مساء الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 في حلقتكم المفضلة يوم الخميس. معنا محمد وعبد الرحمن وأحمد. اليوم عندنا فقرات جدا شيقة مثل ما تعودنا، عودنا جمهورنا في موسمنا الثاني. أنا اليوم مع ضيفي بنتكلم عن الديتا ساينس، علم البيانات. حمون ايش عندك اليوم؟ أنا اليوم ضيفي متخصص في مجال الجيمينج، بالتحديد في التجميعات والكولكشنز. احب يجمع اشياء فريده من نوعها وموجوده منها الا قطع فريده وقليله في العالم. حلو، احب الاشياء النادره. احمد زين، انت تحب المسلسلات صح؟ احب المسلسلات. تابعت دي اوفيس؟ شفته. ايش رايك ان عندي واحد من ابطال دي اوفيس نسخه سعوديه؟ حلو، من الممثلين بالضبط. اي ايش رايك؟ طبعا ما يجيب لك الا افضل ممثلين في البرنامج. الزياني متعودين عليه، التميز في فقرات السينما في الموسم الثاني متميز جدا. اكيد. طبعا اللعبه اليوم عندك حماني. اوه، ايش عندك لنا؟ حق لعبتي من ناحيه اقول لكم تمارين، استرتشات، هالاشياء. سخنوا عدل، حركه. اي الاستوديو بارد بس ما ابي تبردون. قبل لا تشرح لعبتك الحين. ما بشرحها. انا احب العنصر الاثاره والتشويق. لا يحرق علينا. لكن كالعاده بنبتدي باي فقره؟ بنبتدي معاي في فقره الهاي تك. راجعين. ومع فقرة الهاي تك، كشفت شركة التكنولوجيا الناشئة هيومن بشكل رسمي عن تفاصيل الـ AI Pen واللي يشتغل بالذكاء الاصطناعي. هاي البن تم تصميمه عشان يحل مكان الهاتف الذكي، وتبلغ تكلفة الجهاز $699، يعني 700. أما في خبرنا الثاني، على الرغم من انبهارنا بقدرات الروبوتات الكبيرة إلا أن خطأ صغير في تصنيعها ممكن يؤدي لنتائج كارثية، حيث أفادت وكالة يونهاب الكورية أن روبوت سحق عامل حتى الموت في كوريا الجنوبية، والسبب أنه فشل في التمييز بينه وبين صناديق المنتجات. وضمن مساهمتها في تسهيل مهام الشركات الناشئة، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث برنامج مايكروسوفت فور ستارت اب فاوندرز هاب لتوفير وصول مجاني للشركات إلى موارد الحوسبة الفائقة عالية الأداء على منصة آزور السحابية. هاي كان خبرنا الأخير مشاهدينا، وبناء على كل هالمستجدات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، نشوف أن كل يوم في تقنية جديدة فعلياً. لكن هل سمعتوا عن علم البيانات؟ بنتعرف عليه أكثر في التقرير. راجعين. يعود مصطلح علم البيانات Data Science إلى عام 1974 عندما اقترحه بيتر نور كاسم بديل لعلوم الكمبيوتر، وفي عام 1996 أصبح الاتحاد الدولي لجمعيات التصنيف أول مؤتمر يتناول علم البيانات على وجه التحديد كموضوع. مع ذلك في عام 1998 قدمت شيكو هاياشي أن علم البيانات باعتباره مفهوماً جديداً متعدد التخصصات وله 3 جوانب: تصميم البيانات هو جمعها وتحليلها، علم البيانات هو العلم الذي يتعامل مع كافة أشكال البيانات بداية من جمعها وتنسيقها وحتى تحليلها واستعراضها واستخراج المؤشرات الهامة منها، فهو العلم الذي يجمع بين مجال علوم الحاسوب المختلفة وعلم الإحصاء بجانب عدد آخر من العلوم الحديثة الهامة. معنا في الاستديو البروفيسور حاتم بن محمود المصري، نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية. أهلا وسهلا فيك دكتور. بارك الله فيك، نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون الحديث ما بيننا يكون شيق وممتع للمتفرج. أكيد، ونرحب وجودك معنا في برنامج 7 على 7. الله يخليكم، 7 على 7. دكتور، بداية سؤالي الأول، شنو هو أصلا علم البيانات؟ الله يسلمك، علم البيانات هو علم متوفر بتوفر شيء اسمهم البيانات. تعرفوا البيانات قبل ما كانت متوفرة، ما كنا نجمع بيانات، ما كان عندنا كثير أكسس للبيانات. الآن مع تطور الوسائل جمع المعلومات، رصد المعلومات، الصور، الفيديوهات، الأشياء هذه، أصبح عندنا كمية كبيرة من البيانات، وأصبح علينا لزاما استغلال هالبيانات هذه لاستخراج أشياء فهي مهمة جدا أصلا. بطبيعة الحال مهمة في كل المجالات، الله يسلمك،
في كل المجالات. يعني هي أول استخدام لها يمكن كان في الأمور اللي عندها علاقة بالميليتري، وبعدين تطورت لاستخدامات أخرى، استخدامات سلمية عندها علاقة بالبزنس، عندها علاقة بالتجارة، عندها علاقة بالرياضة، عندها علاقة بالإعلام، عندها علاقة بالماركتينج، عندها علاقة بكل أوجه، عندها علاقة أيضا بالطب. يعني هذه مجال استخدام علم البيانات اللي حنقعد نتكلم عنه بالضبط. بدينا يعني في المجال العسكري، بعدين رحنا حق المجالات السلمية بالضبط الثانية. بالضبط، احنا نجم نقوله أنه أول استخدام كان يعني استخدام مدوي كان في الحرب العالمية الثانية، لأنه في الحرب العالمية الثانية الحقيقة الانتصار العسكري اللي عملته أمريكا كان بسبة استخدام what we call الاناليتكس. كان أول مرة في العالم يستخدموا شيء اسمه الاناليتكس عشان يلقاوا المسار الصحيح عشان يلقوا القنابل مالهم ويربحوا الجيش الألماني. فكان هذا أول شيء استخدام، ومن يومها مع تطور الكمبيوتر مع تطور وسائل جمع البيانات تطورت الميثودز، وأصبحت الآن التقنيات والأشياء اللي احنا نستخدمهم متطورة ومتاحة للجميع. هذه هي الجديد، هو إتاحة الفرصة للجميع لاستخدام هالتقنيات هذه. دكتور الحين بنطلع بنروح في موضوع ثاني. تفضل. شنو هي التخصصات اللي موجودة حاليا اللي يقدر فيها الطالب يتعلم الداتا ساينس اللي هو علم البيانات؟ شنو التخصصات المتوفرة حاليا في الجامعة؟ والله أينما توفرت البيانات توفر استخدامها. يعني مثلا نعطيك مثال بسيط، احنا اليوم مثلا في استوديو هذا وقت البرنامج، طريقة اعداد البرنامج، طريقة اسئلة البرنامج، هذم كلهم الله يسلمك لما نعرف بيانات، ناخذ بيانات من تلفزيون البحرين حسب نسبة المشاهدة، نسبة مين يشوف التلفزيون بالليل سترة، هذا يحدد لي بالضبط نعمل منه decision، نعمل منه قرار وقت البرنامج، معلومات تحليلية يعني بالضبط كامل. فهذا هو قد ما توفر بيانات قد ما توفر تحليل، قد ما تساعد صناع القرار. احنا اليوم صناع القرار قبل كانوا اكثر انطباعي مبني على تجربة سابقة، الآن مبني على عدة تجارب. يعني أنا مثلاً اليوم مثلاً من الأشياء اللي قاعدين يستخدموا فيها الناس مثلاً تشات جي بي تي أو غيره من التولز اللي تطلع لك تكست، كيف وصل للكمبيوتر أنه يطلع تكست؟ ليش؟ لأنه أنا أخذتك مثلاً، أنت دارس عندنا في جامعة العلوم التطبيقية صح؟ عدل صح. فإحنا إيش نعمل؟ ناخذ كل الكتب اللي أنت درستها من الابتدائي للثانوي للجامعة وكل الامتحان، ونعطيه الكمبيوتر ويقرأها ويمتحنها، فهمتني ولا؟ وينجح فيها، فيصبح الكمبيوتر قادر على أنه يعطي أجوبة مثلك بالضبط، مثل محمد. فالفكرة قد ما توفر بيانات للمشين، قد ما توفر للمكنة البيانات، قد ما تحط ألغوريتمات، قد ما يمكن عملية أنك تستخدمهم لصنع القرار، لأنك تساعد على صنع القرار. فأغلبية الآن استخدام البيانات هو ما استخدام لمساعدة صانعي القرار. الحين لو بنطلع خلينا نقول من دائرة صناع القرار وبنطلع من 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 الدائرة خلينا نقول العميقة ذي وبنروح في الشيء اللي ممكن يهم الشارع والشباب بنسبة أكبر، شلون ممكن نستعمل الداتا ساينس في البزنس؟ مثلا الله يسلمك، احنا البارحة كان عندي طالب يريد يفتح مطعم بجانب جامعة العلوم التطبيقية، فهمتني ولا؟ ويريد يعمل بيتزارية، فهمتني ولا؟ فقلت له ممتاز جدا، انت تعرف الببليك الطلبة ايش نوعية البيتزا اللي يريدوها؟ قال لي والله ما اعرف. قلت له سهلة المعلومة هذه، تقدر تشتريها من جوجل يقدر يدخل يشوف الان، يعطيك معلومة يقول لك كل المتساكنين في العكر مثلا ايش نوعية البيتزا اللي يبغينها، من وين؟ من تقييماتهم للمطاعم، من تقييماتهم وصورهم اللي حطوهم. فمثلا نكتشف انه اغلب اللي يسكنوا هناك يحبوا البباروني، فنوفر لهم بيتزا بباروني، فيكون المشروع ناجح، فهمتني ولا؟ او شيء اخر، انا اريد افتح كوفي شوب وما عارف افتح كوفي شوب فين، اروح للمجمعات ولا اروح للمجمعات المفتوحه ولا المجمعات الجديده ولا ما الاماكن اللي فيها المحلات، فين افتح الكوفي شوب مالي؟ ففقط انه ناخذ اناليتكس من عند مثلا مره اخرى مثلا ناخذ جوجل، لانه يعني الناس كل قاعد تستخدم يمكن في جوجل درايف، ونشوف فين الترافيك وفين اللي يمر الشباب اللي عمرهم اقل من 30 سنه سياراتهم فين تمر، وناخذ المعلومه هذه من جوجل، بطبيعه الحال جوجل يبيعها بفلوس مو ببلاش، فهمتني؟ لا، ويحدد لك احسن موقع
تفتح فيه الكوفي شوب مالك اللي فيه الرش اللي فيه الزحمه. بالضبط، اللي فيه الرش اللي فيه وقت انتظار، نكتشفوا انه مثلا في ناس قاعده تنتظر امام مدرسه، فهمتني ولا؟ فيمكن بجانب المدرسه اللي امام البارك اللي هي من ورا مو من امام هو احسن. توفر لهم خدمات. بالضبط الحال، توفر لهم سبورت عشان ياخذوا قرار صحيح، قرار صحيح في الواحد. في كثير مثلا يوم كنا حاضرين سباق خيل صح؟ تعرف الان انه الجوكي يقدر يحط على 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 عيونه ماسك، اوكي؟ كنا نتناقش فيها انا ورئيس الجامعه، يحط ماسك ويعرف كم السرعه اللي لازم يسير بها، امتى يضرب وامتى ما يضرب، امتى يسرع وامتى ما يسرع، لانه في سنسر من فوق قاعده تراقب في الاحصنه الاخرين ودي ديترماين السرعه مالهم والقدره مالهم، ويقول له هنا اضرب ولهنا ما تضرب. تحليل دقيق جدا. بطبيعه الحال يا سيدي انت من اول التاريخ تقريبا 30 سنه لورا كان في الباسكت بول في الام بي اي، في الام بي اي انت دخول اللاعب وخروجه مو هكذا، في تحليل للموضوع. الان حتى في البوتبول انا اشوف في المنتخب البحريني ملبسينهم شيء في القميص مالهم، اوكي، فوق القميص، ليش؟ عشان يحلوا يعرفوا اللاعب تعب ما تعب، كم من متر راح، حتى في التلفزيون يطلعوا يقول لك هذا راح 50 كيلومتر، هذا عمل 10 كيلومترات، هذا عمل ما بعرف ايش، عشان يعرف بالضبط ايش اللاعب وايش القدرات ويغيروا ما يغيروا. يعني كل الان سبحان الله، يعني الـ 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 كل المعلومات اللي قاعده تجي ومعلومات كبيره. تعرف انت كره القدم تاع الورد كاب الاخير فيها ما بعرف كم من سنسر، فهذا يعطيك معلومات رهيبه جدا. المعلومات هذه تقدر تساعد مره اخرى صنع القرار اللي هو الحكم. زين دكتور، انت ذكرت مصطلحين واحنا نتكلم وانا بيعرف الفرق بينهم. شنو الفرق بين الداتا ساينس والداتا اناليتكس اللي هو علم البيانات وتحليل البيانات؟ باي، هو شوف خلينا نفسر شيء. الداتا ساينس هو استخدام البيانات. لما تستخدم البيانات في كثير بيانات، فالداتا ساينس معتنية بأنها ندرسوا البيانات ونطلعوا البيانات اللي تنفع اللي تصلح. يعني نعطيك مثال، مثلا أنت تعرف مثلا مرة جوجل درايف عملوا له سالفة، شيء واحد حط 100 موبايل فون وحطهم في الطريق، جوجل ماب، جوجل ماب، جوجل ماب سوري، وعمل زحمة، فبين انه في زحمه في الترافيك، في ترافيك جام هناك هو ما في. فاحنا لازم لما ناخذ الداتا نعمل لها فلتريشن، نعمل لها عمليه تنظيف ونتاكد انه الداتا صح، تلقيح المعلومات، اي تنظيفها انه المعلومات تكون خاليه من الشاذ، الشوائب، الشوائب بالضبط. وبعدين يجي الداتا اناليتكس. الداتا اناليتكس هي استخدام المعلومات هذه لصنع قرار. به في الداتا اناليسيس اللي هي تهتم أشياء ماضية صارت قبل في التاريخ، صارت مثلا صارت مقابلة كرة قدم وإحنا نريد نحللها، فهمتني ولا؟ فهذا يتسمى analysis، هذا قديم. أو مثلا مباراة اللي انخلصت، تحليل المباراة. بالضبط، تحليل المباراة، تحليل المباراة، تحليل سباق، تحليل غيره، شيء صار. بالضبط. الاناليتكس هو شيء أعمق، هو يهتم بالماضي وأيضا بالفيوتشر. يعني أنا مثلا كيف أحط الخطة عشان أجابه هالفريق هذا، انا كيف اسوي افتح المتجر مالي عشان اربح فلوس، انا كيف ادخل السباق وامتى اسرع بالحصان وايش هو الحصان اللي استخدمه في السباق هذا. فكل ما هو عنده علاقه بالفيوتشر والباست نسميه اناليتكس. على فكره يعني خلينا نقول ياخذ قرار للمستقبل بناء عن تجربه ماضيه او عن شيء صار في الماضي. بالضبط بالضبط. وال 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 والعلم هذا اللي هو يهتم بالمستقبل احنا قاعدين الان نستخدم فيه، بدينا يعني تشوف فيهم انت ماشين ليرنينج ونور نتورك والاشياء هذه كلها، هذه فقط راهو فيز 1، هذه فقط ار والاي ار وغيره، هذا كله فيز 1 القادم اعمق وافضل. هذه بتخليني الحين دكتور اسالك سؤال. تفضل. احنا دائما انا اقول في عالم التكنولوجيا عالم عميق، وكل يوم انا في بحثي اكتشف اشياء جديده وممكن تهديدات جديده، وفي ناس اصلا رواد في التكنولوجيا قاموا يتكلمون عن يعني تهديدات ومخاطر قاعد تصير في 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 صارت حاله عداء بين روبوت وعلى بشري في كوريا الجنوبيه اليوم ذكرناها في الحلقه، وإيلون ماسك حذر. شنو التحديات اللي تواجه علم البيانات حاليا في العالم وتواجهنا احنا بعد ويا علم البيانات؟ الإثكس، الإثكس، الاخلاقيات. شوف
الأخلاقيات الله يسلمك في استخدام الداتا. يعني أنت تعرف احنا نقوله نقدر نكذب يعني we can cheat using data، يعني نقدر نقول يعني نخدع باستخدام الأرقام، نخدع باستخدام الأرقام. فلذلك اليوم الإثكس الأخلاقيات هي شيء مهم جدا. يعني احنا تقريبا لما ندرس مثلا البرامج اللي موجودة، مثلا برنامج الـ PhD اللي موجود في جامعة البحرين اللي كان كنت نديره، البرنامج بتاع البي اتش دي في البيزنس اناليتكس، هذا من اهم الكورسات اللي نعطوهم في البرنامج هذا هو الاخلاقيات، اخلاقيات البحث، اخلاقيات استخدام المعلومات، استخدام الداتا، لانك تقدر تستخدم الداتا لاغراض سيئه، لاغراض غير شرعيه. فالاهم الان ما يواجهه العالم، ولذلك العالم قاعد يتحرك، المعلومات وكيف تعطي المعلومات، وفي ريستريكشن وفي قوانين، والآن اليونايتد نيشن الله يسلمك قاعدين يعملوا في كود اوف كونداكت للارتفيشال انتليجنس، لأنه مو معقول أنه تعرف أنا مثلا من المعلومات اللي أقدر أخذهم الصور، أنا أقدر ألتقط ألاف الصور، لو أحط كاميرا في الشارع أقدر ألتقط ألاف الصور وأقدر أسوي اللي أريده بالصور. فلازم الأشياء اللي تعملها لازمها تكون مبنية على أخلاقيات، والحقيقة الآن هذا أهم شيء قاعدين نواجهوه لما نجيو نستخدموا هالداتا في صنع القرار. دكتور، احنا تكلمنا عن التحديات اللي بتواجهنا مع علم البيانات او الداتا اناليتكس او الداتا ساينس بشكل عام. الحين دكتور سؤالي الأخير لك، تفضل. من نظرتك شنو هو مستقبل علم البيانات في العالم؟ شوف، احنا الحقيقة انا رئيس الانفورمز بحرين انترناشونال جروب، يعني في عنا جمعية عالمية اسمها انترناشونال فيدريشن اوف اوبريشن ريسيرش اند مانجمنت ساينس. الجمعية هذه موجودة في امريكا، تقريبا عنا 10,000 عضو في العالم. في عنا جروب هنا في البحرين اللي قدمنا للبحرين برنامج جامعة البحرين، برنامج بي اس سي في البيزنس اناليتكس، قدمنا برنامج بي اتش دي في البيزنس اناليتكس، والان قاعدين نحضروا في برنامج ايضا ماجستير بيزنس اناليتكس، وماجستير ايضا هو برنامج بكالوريوس لكن باللغه العربيه. احنا التحديات مالنا هو المام الناس بهالاناليتكس، نريدوا الناس الكل مثل ما صار في فتحس الهند. يعني دورها اكبر في المستقبل بالضبط. احنا شوف، عشان تستخدم انت، عشان تستخدم شيء لازم تعرفه، لا فهمتني ولا في عملية لازم توعية عشان الناس تعرف إيش هي الأناليتكس. احنا الحقيقة اليوم لأنه يستخدم في القانون، يستخدم في كل التخصصات مثلا اللي عندنا في جامعة العلوم التطبيقية، يستخدم في الإعلام، يستخدم في يعني احنا بودنا انه نبلغوا هالمعلومات هذه، نبلغوا هالتقنيات هذه، نبلغوا هالأشياء هذه الأكثر شريحة ممكنة. تعرف ليش؟ لأنه بتساعدهم في اتخاذ القرار. يعني في الأخير في المحصلة المهم عنا أنه نستخدم شيء موجود الآن عنا في الدنيا، موجود وبكثرة وبغزارة، فهمتني ولا؟ عشان نسهل حياة الإنسان، عشان نسرع الخدمات، وعشان نقدم خدمات مميزة للبشر، سواء كان من منظور البزنس، ما حكيناش على الهيلث أناليتكس، سبورتس اناليتكس، يعني في عدة مجالات. فهذا هو الهدف مالنا، واحنا تو شغالين على تعريب هالاشياء هذه عشان الاخوه اللي موجودين في مجال مثل القانون، مثل التاريخ، مثل اللغه العربيه، فهمتني ولا، يقدروا ايضا يستفيدوا من هالتقنيات اللي هي اليوم حنقول للجميع متاحه، واللي ميزها انها فور فري. يعني قبل انت عشان تتعلم البروجرامينج لانجويج لازم تتعب، الان كل تقريبا يصبح الكمبيوتر يتكلم لغتك، فعشان نقدر نتكلم مع الكمبيوتر ونقدر نستفاد من الكمبيوتر ونقدر نستفاد من الماشين، لازم ايضا احنا نتعرف على الكابابيليتيز متاع الماشين وايش الماشين تقدر تعاوننا في اتخاذ القرار. والله دكتور مجهودكم يشكر في تعريب هالاشياء المهمه في عالم التكنولوجيا مثل علم البيانات، وبالعكس مثل ما قلت هو شيء احنا نطمح له مستقبلا انه ياثر علينا بالشكل الايجابي. دكتور حاتم، كل الشكر لك وجودك معنا. بارك الله فيك. انا نحب نشكرك، فهمتني ولا، ونشكر القائمين على البرنامج، واذا تريد عدد 7 على 7. مشكور. الله يخليك، شكرا.
كلنا عند ذاك المسلسل اللي عادي نشوفه مليون مرة. ليش؟ لأن يجمعنا فيه ارتباط حقيقي وبالشخصيات الموجودة فيه، أو لأن قصته تخلينا نكتشف شيء جديد في كل مشاهدة. اليوم راح أكلمكم عن أفضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي في هالتقرير. أرني إن كلكم مستانسين على الجو الحلو هذا، بس حق الناس اللي بيقعدون في البيت بيتوتين، عندي لك لسه مسلسلات تستانسوا عليها. أولهم وأهمهم مسلسل المفضل فريجر، اللي نزل سنة 1993، ويتكلم عن دكتور نفسي ينتقل باك إلى سياتل عشان يكون جاي من عائلته. المسلسل من بطولة كيلسي جرامر، مقتبس عن شخصية بناها أساساً في مسلسل تشيرز. ولا الحلو في الموضوع هاي إن السنة رد جزء ثاني. غير هذي عندي مسلسل مانك، لقنا عن تعريف، بطولة توني شلهوب، عن ديتكتيف يعاني من OCD، وهالشيء يخليه نابغة على أوكورد لما يدش موضوع ديتكتيف ويا الشرطة الباقين. الصراحة المسلسل من أروع ما شفت. وغير هذي بعد مثل ما كان فريجر رد سنة، بعد مانك بيرد فيلم في آخر السنة. وغير ذي خلينا نروح ورا في الزمن حق مسلسل The Twilight Zone، مسلسل من الستينات، مسلسل أبيض وأسود من كتابة وتقديم رود سيرلينج. أدري إن وايد منكم بقولهم عن مسلسل أبيض وأسود ساينس فيكشن يمكن ما تقبلونه، بس صراحة لازم تشوفونه. وعندنا مسلسل سيرفنت من كتابة إخراج المبدع أم نايت شاملان، وطبعاً هو مخرج مثير للجدل، بس عنده أفلام رائعة مثل ساينس، ذا سيكس سنس، وأمبريكابل وغيرها، وهي أول تجربة في التلفزيون، صراحة تستحق المتابعة. تمام يا جماعة، لازم أرد الاستوديو لأن عندي مسابقة لازم أفوز فيها. بشوفكم أسبوعين في الحلقة الأخيرة. كلنا نحب السفر، ولكن أحياناً التكلفة هي تكون عائق لدى البعض منا، خصوصاً لو كان السفر ووقت الرحلة في موسم الصيف، أو كانت الرحلة مثلاً لمنطقة أو بلد بعيد. فاليوم بنشوف معاكم في هالتقرير شلون ممكن نسافر بأقل التكاليف. السفر عبارة عن عالم آخر تنتقل فيه من شعور لشعور مختلف كلياً، ولكن السفر يحتاج ترتيب وتنسيق بحيث أنك تسافر بأقل تكلفة ممكنة. في البداية إذا بتسافر يفضل أنك تقرأ كثير عن الدولة اللي بتزورها، وتشوف فيديوهات وتجارب الرحالة والمسافرين عشان تطلع على ميزانية كل منطقة واللي بتحتاجه فيها. نتجنب السفر في العطل الرسمية مثل رأس السنة اللي بتكون فيها أسعار الفنادق والرحلات عالية جدا، لأن الجميع في عطلة تقريبا. التعامل بعملة البلد اللي بتزوره، وعدم التعامل بالعملات العالمية الثانية علشان ما تخسر فرق العملة. وآخر شيء كالعادة، أتمنى لكم سفرة سعيدة وجميلة. مشاهدينا، عالم الجيمينج عالم كبير ومتجدد، وكل فترة نشوف تحديث ولعبة جديدة، سواء ألعاب تكسر الساحة أو مجرد أخبار وتحديثات تخص الشركات. ضيفنا اليوم بيكلمنا أكثر وبيكون مختص في هالموضوع. أهلاً وسهلاً أستاذ إبراهيم، شخبارك؟ الحمد لله، شخبارك؟ نورتنا أول شيء. وجودك حبيبي. طبعاً أنت قلت لي عندك وايد اهتمام بمجال الجيمينج، وحتى شرحت لي قبل لا نبتدي المقابلة عن الأشياء اللي تسويها، مثلاً الكوليكشن، أنت هاوي تجميع قطع الجيمينج وهالأشياء، كلمنا أكثر عن هالشيء أول شيء. طبعاً كان بدايتي في اللي هو الجيمينج بشكل عام، كان من بدايتي ان انا اول جهاز لعبته هو الفاميلي كمبيوتر جيم، او احنا بالبحرين نسميه فاميلي جيم، جهاز العائلات. بالضبط. اي نعم، وتحديدا لعبه سوبر ماريو براذرز. فعقب تميت انا كهاوي للالعاب الفيديو لتقريبا جيل البي اس 4 بعدها، وتحديدا في 1/1/2018. حافظ التاريخ طبعا. اي لان مميز 1/1/2018 بديت وفتحت لي صفحه على منصه الانستغرام، حسابي اي جيمنج سنتر، وبديت انزل فيه يومياتي، او تقدر تقول فلوج عن يومياتي مع الجيمنج. فعقبها مع الوقت قمت انزل محتوى شوي مع ماي اون تاتش مثل ما نقول احنا. يعني على سبيل المثال عندنا الريستوريشن بروجكتس، يعني مثلا عندي كونسول قديم اخذه عندي
وعدله وضبطه وراجعه كنا جديد. حلو. أي. حلو. وفي مثلا مقتطفات ثانيه او مثلا مقتنيات صغيره بسيطه عندي تكون عندي موجوده في البيت اصورها بطريقه ما with my own personal touch of course وانزلها على الانستغرام. والله هوايه الريستوريشن او نوعا ما التجديد الشيء ترى وايد حلوه، يعني موجوده في اكثر من مجال، مثلا السيارات نلاقي ناس ياخذون سيارات قديمه وحرفيا هوايتهم ان هاي السياره القديمه انا بضبطها، ابي الغمها، ابي احط فيها اشياء احولها جديده واحسن من الجديده. صحيح. فانت عندك نفس الشيء حق اجهزه الجيمنج. بالضبط، لان حرفيا ما احب اشوف شيء قدامي في الكولكشن واصلخ ولا مثلا في شامخ ولا في اي شيء ما يبين انه جديد الكونسول. فمن كذي هني بدات عندي يعني بدا الشغف عندي مثل ما نقول حق الريستوريشن. بس انت عندك نفس ما قلت صناعه محتوى بعد مجال جيمنج، وقبل لا نروح حق هالمجال شنو الاجهزه اللي تفضلها وموجوده عندك يعني من الكولكشن اشياء نادره مثلا؟ كل شيء من الاتاري 2600 ل البي اس 5 اليوم، يعني عندك الاتاري 2600، عندك الفاميلي جيم. اجهزه قديمه سنه كم نزلوهم ذلين؟ الاتاري 2600 في السبعينات. سبعينات؟ يس. اوكي. وعندك الفاميلي كمبيوتر جيم نزلت في بدايه الثمانينات، وعندي طبعا الاني اس الامريكيه اللي نزلت في تقريبا 84 85 وطالع للسوبر نينتندو، سيجا، نينتندو 64، بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، 3 وخلاص الاجهزه اللي موجوده في يومنا الحالي اللي طبعا الاجيال الحاليه يعرفونها بس ما يعرفون هالاجهزه القديمه. بالضبط. حلو ان عندك الكولكشن كامل. زين كلمنا عن صناعه المحتوى، شنو المحتوى اللي تسويه وفي نفس الوقت هل تعتبره صعب سهل؟ يعني كشخص مثلا ما يعرف عن صناعه المحتوى في مجال الجيمنج شنو مثلا الاشياء اللي تحس سهله وصعبه فيه؟ والله شوف صناعه المحتوى انا ما اعتبرها او بالاحرى ما اقدر اصنفها ان هي صعبه ولا سهله، ولكن اقدر اقول عنها ان هي تشالنجينج. هي تشالنجينج لان انت الحين ما تقدر، خلينا نقول على سبيل المثال انت تشوف اثنين عندك شخصين ينزلك نفس المحتوى ونفس اللعبه على سبيل المثال، لكن في واحد مشاهداته اكثر من الثانيه. ليش؟ لان في شخص قاعد يعرف شلون يجذب انتباه الشخص الثاني او اللي هو المشاهد على عكس الشخص الثاني. الشخص الثاني يمكن نفس المحتوى قاعد يسوي لك لكن ما يعرف شلون يجذب المشاهد ويخليه رد يرجع مره ثانيه يشوف الفيديوهات. وهي عامل جدا مهم مو بس في مجال الالعاب اتوقع. بالضبط. في كل شيء، في شخصيتك، تقديمك، الكاريزما عندك اتوقع تاثر. بالضبط. بس في نفس الوقت المحتوى اتوقع لما نروح حق مجال جيمنج هل تحس ان في له شعبيه في المنطقه عندنا وهل هالشيء قاعد يكبر ولا؟ والله في البحرين شوي لا. يعني اهتماماتنا هنا في البحرين غير، يعني محتوى الجيمنج مو وايد ناجح، خصوصا انا اكلمك حق الاوادم اللي في نفس الجيل تقريبا، يعني اهتمامهم مو وايد حق الجيمنج. بس تقدر تقول ان المراهقين حاليا، الفئه المراهقين بالعكس طالعين فيها اوادم يبون محتوى جيمنج، مع ان الدول المجاوره تلقى اوادم يعني يمكن ليسن ال 40 وهم يتابعون لك محتوى جيمنج، بس عندنا مو موجود هالشيء. فاحنا وي نيد تو كابيتالايز على هذه الفئه من المجتمع اللي هم ان شاء الله في المستقبل بيكونون هم من هذه الاوادم اللي يوصلون لعمر كبير وان شاء الله يتابعون المحتوى. عندهم هالاهتمام. بالضبط. يعني باذن الله باذن الله. خلينا نروح حق موضوع مختص تحديدا في الالعاب. وبالتحديد حق استديوهات روكستر اللي هم اطلقوا لعبه جي تي اي. قبل فتره بسيطه اطلقوا خبر توقع الكل انصدم منه والكل متراقبه وانا منهم. اي كلمنا اكثر عن هالخبر. خبرونا انه صار يعني فتره طويله حق سلسله جي تي اي، ولهالمناسبه في ديسمبر ان شاء الله راح يعلنون او بالاحرى بينزلون اول تريلر حق جي تي اي 6. احنا نقول 6 بس هي للحين ما نعرف شنو التايتل، بس اتس ذا نيكست جي تي اي بروجكت. طبعا اتوقع هاي السلسله اللي كل من ناطرها، والجزء القديم جي تي اي 5 كم سنه صار له؟ 10 سنين ولا زالت اللعبه من اقوى الالعاب الموجوده في الساحه، يعني اتوقع هاي انجاز. هل بالضبط. تتوقع ان اللعبه الجديده بتقدر تنافس هالانجاز اصلا؟ طبعا طبعا، يعني شركه روك ستار احس في هالفتره بالعماله عطوا روحهم شوي فتشه بحيث ان التكنولوجي شوي عشان تزيد زياده، يعني خصوصا من الرومرز والليكس اللي قاعدين نشوفهم ونسمع عنهم في تطور وايد رهيب من ناحيه اللي هو خصوصا الان بي سيز اللي هم الاوادم الموجودين في العالم. بس ان سو فار اشوف انه لا فيها شقحه، خصوصا انت تتكلم عن
كم عن 10 سنين يعني بين جي تي اي 5 وريد ديد ريدمشن 2 5 سنين بس شوف الفرق بين ريد ديد ريدمشن 2 وبين جي تي اي 5 الفرق وايد صح صح وانا اقدر صراحه شركات الالعاب او حتى باقي الشركات اللي فعلا يتقنون عملهم ويفضلون انهم ياخذون وقتهم في ان يطلعون المنتج ولا انه او بتسرع وبطلع منتج بسرعه وبسرعه بسرعه بس ما شوي طولوا بزياده هالمره يمكن لهالسبب الناس ناطرين متعودين سنتين خمس سنين ماكسيمهم بس هالمره 10 سنين وايد صح خلنا نروح حق لعبه ثانيه اثارت ضجه لان توها نازله قبل شهر اتوقع من هالحلقه اللي هي لعبه سبايدر مان 2 الجزء الثاني تكلمنا اكثر عنها بما انك انت ختمتها 100% ختمتها بكبرها طبعا سلسلة سبايدر مان 2 هي طبعا سيكول حق لعبة سبايدر مان اللي نازلة في سنة 2018 وتعتبر بعد سيكول حق لعبة مايلز موراليس اللي نزلت في 2020 اللي يميز سبايدر مان 2 عن سبايدر مان 1 هو الجيم بلاي والتطور الرهيب اللي صار في الجيم بلاي يعني عندك على سبيل المثال الكومبات نفسه almost نفسه مجرد اختلافات بسيطة ولكن الترافيرسل والسوينجينج والحركة بحكم ان الحين في عندنا تقنية الـ SSD موجودة في الـ PS5 صار التنقل وايد سريع وايد اسرع من قبل وخصوصا ان الحين بعد في فلاي وينجز سبايدر مان يقدر يطير الحين مو نفس قبل صار كأنه باتمان مرة واحدة بالضبط ف يعني الحركة عندك صارت وايد سهلة في المدن مع ان اللعبة فيها فاست ترافل لكن انا ممكن ولا مره استعمل الفاست ترافل من ثاني شخص يقول لي هاي المعلومه هذه من كثر ما ممتع وتحس انك قاعد تعيش شخصيه دور شخصيه سبايدر مان بالتنقل وكل هالاشياء خلاص ما ودك تسرع الموضوع او تتنقل بخصائص ثانيه مع ان التكنولوجيا تطورت عندنا صار بكل سهوله انت داخل اللعبه تقدر تسرع المهام تسرع هذه الاشياء لكن اتوقع انت كنت قاعد تستمتع وانت عايش هاي الدور بالضبط يعني كلش ما تملل يعني ولا مره استعملت الفاست ترافل حرفيا هاي الشيء بروحه يثبت ان السوينجينج في اللعبه كان وايد حلو 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 وهالمره بعد حتى عندك القصه صايره دارك شوي من يعني اي ناحيه يعني بدون ما تحرق بدون ما نحرق ما لعبت اللعبه انا بدون ما نحرق بس هالمره وهذا الشيء موجود في التريلر بس يعني بتطلع البلاك سوت في اللعبة يعني السيمبيوت it will take over بيتر باركر فقاعدين نشوف الجانب المظلم من بيتر باركر فالقصة هالمرة شوي مختلفة احنا متعودين ان القصة دائما هيرويك وبيتر هو البطل وكله يعني اشياء مفرحة لكن هالمرة لا القصة شوي صار دارك مظلمة اكثر نوعا بالضبط وفعلا اتوقع هاي الواقعية هي اللي تعطي الجانب الحلو بدل ما كل لعبة تلعبها البطل دائما يفوز دائما هو الطيب أتوقع لما تغير الأمور يصير شوي مختلف كتجربة شخص يلعب اللعبة أتوقع شيء مختلف بالنسبة لك بالضبط وعرفونا على شخصيات جديدة نلعب فيها بدون لا أقول طبعا ما نبي نحرق بس في شخصيات جديدة قاعد نلعب فيها في هاللعبة تمهد إن في سبين أوف لعبة نفس مايلز موراليس بس إنه بشخصية ثانية بدون لا أحرق حلو بدون ما تحرق أهم شيء هالي طبعاً ختمت اللعبة 100% بكل الجوائز الأشياء اللي فيها كل تروفيز هل هي من أفضل ألعاب هالسنة؟ سو فار نعم هي وريزيدنت إيفل 4 ريميك من أفضل الألعاب اللي نزلوا فيها السنة حلو 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 بإذن الله نجربها ونختمها نفسك ما قصرت إبراهيم يعطيك العافية كانت مقابلة حلوة وبسيطة إن شاء الله نشوفك في أعلى المراكز يا رب في صناعة المحتوى وغيره يا رب إن شاء الله شكرا بقول لكم اليوم عندي لعبه مختلفه بدل ما نقعد وهنا نلعب بطايق وكل هالاشياء اليوم نبي نحلل الاستديو شلون لعبتنا فيها حركه حلو جهز لكم لعبه مختلفه يعني ما في فافافا اليوم ما في فافافا اوكي ما في تدخل حق نقاط ما نقاط يعني انتوا وصيتك في الحركه انت وسرعتك في نفس الوقت انت وملاحظتك يعني زياني اسرعنا ترى يعني نشوف اليوم زي مو سريع بس زياني كسر هاي لازم ننتبه حاسب منك ما نبي تكسر الاستديو ممنوع تكسر الاستديو اللعبه بسيطه عندي بطايقه هني فيهم العاب بورد جيمز اللي يكون يعني اوكي بفر البطاقه بيكون في اسم اللعبه اوكي وشرح وين ممكن تكون اللعبه في الاستديو اليوم زي. كل عليكم تروحون تدورون في الاستوديو تلقون شيء يرمز الى اللعبه زين وين في الاستوديو
بكتب في البطاقة. لا يعني أي لا ليه وين النطاق؟ كل الاستديو ولا في أماكن معينة؟ خلينا نحد المكان حق زوايا التصوير يعني. خلينا نقول المكتبة والمطبخ. يعني حلو. اوكي ما راح عند البرودكشن يعني. لا لا لا, لا كلش في الاستديو بس. انت بس خليك ويانا هني ونكون جنتل بعد ويا المكان. بنحاول او بالحرب حاول انا. خلينا نبتدي نشوف اللعبة ونشوف مين يلقى الشيء اللي يرمز حق اللعبة اول. اوكي حلو. اوكي بسم الله نبتدي. اوكي هذه الشيء هي لعبة. انزين تقدرون تبتدون تدورون في المكتبة. صلى على النبي. زين كمل كمل كلامك اخوي. في المكتبة. كمل زين كمل عاد. في المكتبة تقدر تروح تدور. زين انت تفتش شلون بسرعة؟ قول شنو اللعبة يا ريال. اللعبة هي سكرابل. اللي فيها كلمات وفيها حروف وكل هالاشياء. يعني يقولون لكم الاعداد شوي شوي على الديكور يا احمد. خليك جنتل شوي اكثر يا احمد. ما فيني جنتلنس اخوي. طبعا هاي اللعبة من الالعاب اللي انا يمكن مو من اكثر محبينها. لأن فيها كلمات وتعال ألف كلمات بالحروف الموجودة عنده. في شيء تحت هذا هنا. أوه حصل. قاعد أشرح لك إنه يمينه. إيه نعم لقاها. يعطيك فتش أنت تري لي أنا وروح يا مش يسوي. يسوي نثر غلط زي شيل الحرف شيل الحرف شيل الحرف نقطع عند الزياني. يلا. بس أنا مو مال هاللعبة. أعداد أنا مو مال هاللعبة أنا أتوقع بقعد. عشان ما يعيرون بعدين. لا عشان بعد ما يطلع قالي وطلع ترثي في النص هني. ما له داعي. تفضل تفضل. بعد عقبة. مع ان انا عندي احساس لانك وايد طولت وانت تدور وما خليت شيء ما قلبته انا لو رايح قلبت مرتين كم شيء هناك في النص زين طلعت الاوبجكت ما عليك اللعبه اللي بعدها يلا خلينا نشوف زين عندك عندك الموضوع انا احب رقم ثلاثة رقم ثلاثة تبي تكسر ولا بكسر شطرنج شطرنج وين زين وين عاد في المطبخ بروح حق لعبتي انا شطرنج شلون تحت البورد ما ادري زياني بديهيه يعني شلون تحت البورد يعني هذه هذه اللقطه انا بيها تدرس ممكن اخوي يصير زياني دور شيء مال شطرنج شوف الفرن وفي الفرن مايكروويف وفي المايكروويف طن 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 على نفس المكان مش حماني اللعبة فيها تكسر ترى. تفضل تفضل. ما لي خصان لا لا تطقني لا تطقني. زين يا اخوي. واسعوا نطاق البحث. واسعوا. زين انطر 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 ليش طيحتني؟ زياني عطى فتشي دور. عم عطى فتشي انا. ايه ما في تعال ليش قاعد ادور فوق احب اسوي نفس الامهات اذا انت طلعتها الحين هاي بتصير لا لا ثم ما تحصل نقطه اخوي تم محلك متأكدين انتو؟ انا احس بيتكسر شيء اذا رحت بسرعة بالعدال بالعدال ما خذيت الا اكثر واحد يعني حق الموضوع مبروك 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 كم محلك؟ زين تعال راتب 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 صك 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 المكان صك صك المكان ايش سويت هني؟ ايش سويت؟ ما قاعد ينصك خذ بالحماس عفس الدنيا كلها انا خايف انا وياه ترى احس في لحظه بس بمد يدي وفي شيء بينكسر هاللون مبروك زياني النقطه الثانيه اخوي اتوقع هاي اللعبه ما لها داعي ننافسه فيها لا خليه يفوز وخلاص احنا بنقوم بروحنا نشوف بهدوء يلا يلا زياني بطاقه واحده مو كلهم مو كلهم بطاقه واحده في العداله زين بت في المكتبه في المكتبه في المكتبه بت احس من لقيته ما انا لقيته ومن شالها؟ انا شلت الاغلام تدري شلون؟ لحظه 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 تدري شلون؟ انا بتقاسم هالنقطه ويا حمان
احنا بناخذ كل واحد نكتب. كل واحد نص. كنترول يصير ولا؟ بناخذ نص. نص يلا. كنترول يصير بعدين بيسأل. كل الفوضى اللي سواها لنا. يلا اخوي. ترى حتى المصورين اكو راحوا بعيد. اقعد. ليش اقعد؟ انا الحكم. قال لك اقعد. شوفني انا شلون استراحت مكاني ابى اسمع واقوم على راحه. بعدها لعبة الاونو. اوكي. اونو في المطبخ. تفضل الحين تقدر تقول. جماعة غلطانين حاطين في المسابقة هذه. خلاص خلاص خلاص. حصلته؟ في الشكر سبحان الله شلون؟ وايد سريع. يلا انزين. شلون ينافخ؟ ما علي يلا العقبة العقبة يلا اخر. شلون ينافخ؟ يلا. اهدأ شوي. يلا دورك خوي. ان شاء الله عليك سريع. دورك خوي. هاي اتوقع اخر واحدة. هاي اخر واحدة؟ بعد ما يقول لنا لازم نقول. اوكي. انزين. الاوبجكت دايس. أوكي. نرد. اوكي. مطبخ مكتبه. في المطبخ. اوكي. نبتدي. انزين. لقيته. لقيته. بس للحين من اللي فاز اليوم؟ تعادل الكل اثنين. لا الكل اثنين. واحد نص واحد نص. ما في شيء اسمه واحد ونص. انت قلتوا حق ها اي واحد فيهم. لا 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 قلتوا البت كل واحد نص نقطه. لا لا بناخذ نقطه نقطه. لا لا ما فيها. هل عندك روح رياضيه؟ لا بتيت. لا لا ما عندي روح رياضيه. انت الصراحه المفروض ماينس 5 على العشره اللي سويتها. روح راتب المكتب. خلينا نشوف خلينا نشوف الاعداد ينقصون الزياني نقطه على على الفوضى اللي سواها. اعداد تقدم بواحد. نمشيها. اربعه. ثلاثة ثلاثة. الحلقة الأخيرة إيه من أحسن هي بتكون الفاصل من اللي بيظفر في المسابقة. وإذا تعادلوا اثنين إيه بنسوي جيم فصال بينهم. حلو. في لعبتنا الأخيرة. ممتاز. وبكذي مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهاي اليوم. نشوفكم على خير الأسبوع الجاي في آخر حلقاتنا. مع السلامة.